بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبرنامج واحد من الناس في رمضان. كل يوم في واحد في الناس في رمضان بنروح نزور اجمل ناس في مصر. اجمل ناس في مصر عمال مصر اللي بيبنوا بيعمروا في نهار رمضان. رمضان قرب يخلص لكن العمال شغالين وبيبنوا بيعمروا في كل مكان. واحنا النهارده هنروح مستشفى شبيد الاناصر الجديده. المستشفى دي بتتبني بيبنيها عمال. هنروح نزورهم ونقول لهم كل سنه طيبين، رمضان كريم ان شاء الله باذن الله. ازيكم يا رجاله؟ كل سنه طيبين. طيب وخلاص الايام بتجري بسرعه والعيد قرب اهو. ايام جريت هوا والله سبحان الله. انت عارف يا حمدي فين المستشفى دي؟ رايحين عليها. طب نطلع يلا على شبين. المستشفى دي يعني زي ما انتم عارفين هي على مساحة 16,000 متر مربع، مكونة من 5 مباني. المبنى الرئيسي فيها تقريبا 4,500 متر، فيها مكان لتجميع البلازما ومدرسة التمريض وكمان مبنى للغازات الطبية. بيتم تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة إنشائية 2.4 مليار جنيه. مشروع كبير يا جماعة، يعني أتصور أنه يستحق أن احنا نروحه ونزوره. خليك على طول بقى يا حمدي. احنا فين دلوقتي؟ في شبين؟ في شبين. وصلنا شبين. اخش على طول هنا يا حمدي. احنا وصلنا والحمد. عمال زي الفل هم قاعدين بيشتغلوا وبيعمروا ويبنوا في مستشفى في نهار رمضان. نزلني هنا يا حمدي، يلا بينا. يلا. السلام عليكم. ازاي؟ صباح الخير. صباح الخير. رمضان كريم. الله اكرم. الله اكرم. السلام عليكم رجاله. انتوا بتعملوا ايه؟ شغالين هنا في المستشفى دي. ايه بقى عباره عن ايه المستشفى دي؟ اشرح لي. دي مستشفى عام شبين الاناطر هنا محافظة القليوبية. فيها ايه بقى وايه بقى المستشفى دي؟ فيها ده المبنى الرئيسي. اللي هو وده مبنى بنك الدم. وفي ورانا كده مبنى تاني اسمه مبنى مدرسه التمريض. ما شاء الله، حاجه جميله جدا. انت بقى مين بقى؟ تعرفني. انا الاستاذ محمد علي مشرف. هنا منين؟ انا من الشرقيه. مش شرقيه؟ مش في القليوبية يعني؟ لا مش شرقيه. هتفطر فين النهارده؟ هفطر مع اولادي في البيت. بنروح كل يوم. عندك اولاد ايه؟ عندي 3 اولاد. مين ومين ومين؟ ندى ومنى وعبد الرحمن. عمرهم قد ايه؟ ندى في ثانيه اعدادي، منى في اولى اعدادي، عبد الرحمن في رابعه ابتدائي. عايز تقول لهم ايه النهارده؟ ربنا يبارك لي فيهم ويحفظهم لي يا رب ان شاء الله. تعرف بحضرتك. طارق السيد محمد، مشرف عام مدني شركه شرول المقاولات. بتشتغل ايه هنا؟ انشاءات تشطيب. منين؟ الشرابيه. القاهره. القاهره. تعرف بحضرتك. سامي نبي. منين؟ انا اساسا من بني سويف بس قاعد في القاهره. طب السؤال هنا ايه؟ مستاهل عامل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بحضرتك. سمعنا ابراهيم. مستاهل ايه؟ شغال عامل. اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يخليك. ومنين حضرتك؟ من اسيوط. تعرف بحضرتك. ياسر. منين؟ من اسيوط. مستاهل ايه؟ عامل. ما شاء الله. بحضرتك. دي سيد حموده. منين؟ من اسيوط برضه. مستاهل ايه؟ عامل برضه. عندك اولاد قد ايه؟ ده بقى بنات. مين ومين ومين؟ ندى وراشه وهنا. طب بقى بعتوا رساله بقى. فين الكاميرا؟ الكاميرا فين؟ يلا قول لهم ايه، قول لهم ايه النهارده؟ صوت طيبين يا بنات. صوت طيبين. وحضرتك؟ علي عبد العزيز علي نجار مشلح. لا ما هو باين يعني مش شاكوش في ايدك. من القليوبيه. منين؟ من القليوبيه. عندك اولاد قد ايه؟ عندي 4 ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. سن 54 سنه. رمضان كريم عليك ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. اولا احنا جايين نقول لكم كل سنه طيبين. ونقول لكم يعني انتوا اجمل ناس في مصر، عمال مصر دول اجمل ناس في مصر. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا اتفضلوا. وبعدين احنا قلنا نسلي صيامكم شويه، انتوا بتعملوا مشروع قومي مهم قوي المستشفى الجميله دي، بس قلنا نسلي صيامكم كده شويه ونديكم شويه اسئله ومكافئات ماليه. ايه رايكم؟ تحبوا الفوازير والحاجات دي؟ طيب. شيء عنده الكثير من الهواء ومع ذلك لا يتنفس. سحاب. بالونه. مروحه. جهاز عامة يعني. جهاز ممكن يكون كهربائي. مروحة. تكييف مثلا.
المنفار مكنسه مكنسه ايوه مكنسه 1000 جنيه من واحد من الناس اتفضل 1000 مبروك سقفوا له بقى الراجل قال يعني حلها بقى طيب شيء بيتم اخده دون لمسه الهواء 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 بناخد الهواء تنفس الزهر كاميرا صوره 1000 جنيه دي بلعب من الناس مبروك سقفوا طيب اضعف بيت على الارض مين قال تعالى 1000 جنيه مبروك الله يخليك طيب اين يقع برج ايفل فرنسا طيب مبروك 1000 جنيه من عبد الناس طيب اهلا وسهلا باشمهندس منورنا اهلا وسهلا فرصه سعيده جدا اسم صوت الاسد ايه مين اول واحد قال طارق مبروك يا طارق طيب اطول حيوان زرافه تعال تعال اتفضل 1000 جنيه معاهم من الناس. طيب البلد اللي بيلعب فيه ميسي ايه؟ أرجنتين. صح. 1000 جنيه معاهم من الناس. كم عدد أرجل الأخطبوط؟ 8. تعالى. أين توجد ساعة بيج بن؟ لندن. صح. برافو عليك، أنت كنت شاطر وحاضر. طيب. السؤال الأخير. السؤال الأخير. السؤال الأخير أطول سورة في القرآن الكريم بقرة بقرة مبروك أنا حسين كل سنة طيبين رمضان كريم مبروك للي فاز إحنا جايين بس عشان نقول كل سنة طيبين مش أكتر من كده يعني ونسلل صيامكم في رمضان ونقول لكم عيد سعيد عليكم إن شاء الله بإذن الله وربنا يسعدكم بإذن الله إن شاء الله أنتم بتعملوا حاجة عظيمة أنتم أجمل ناس في مصر بشكركم جدا جدا وانا عايز اقول لكم ان كنتوا يعني بجد انا شرفت جدا بيكم زي ما شفنا هم دول اجمل الناس في مصر عمال مصر اللي بيبنوا بيعمروا مصر بيبنوا هنا مستشفى جميله جدا في محافظه القليوبيه في مدينه شبين فيها مركز دم وفيها مركز تدريب تمريض مشروع كبير بيبنوه اجمل الناس في مصر كل سنه طيبين